المسؤول على الاستيراد لما صار لغط حول المواد ورداءة هذه المواد يعني كيفية استيرادها ايش قال؟ قال بعيدا عن وظيفتي وبعيد عن منصبي راح اتكلم بشكل شخصي، السلة الغذائية هي وسيلة لتوفير القوت للمواطن، هي امتداد للبطاقة التموينية ليست للرفاهية وانما لسد رمق المواطن. فممكن انه احنا يقول اذا اكو شخص متمكن يريد يشتري بسمتي او عنبر، السلة الغذائية ليست للترفيه، هي لسد رمق المحتاج. طيب المواطن العراقي معايش ببلد غني من حقه يترفه، من حقه ياكل مو بنيه تحت قوت لا تموت. هذا اذا يحكي ترفيه شنو؟ هاي قوت لا تموت. يعني المواطن العراقي اكثر شيء 10 ايام حتى لو 15 يوم، بعدين انت تنزل قوه شرائيه مال 30 40 مليون انسان لتتسوق من السوق وانت ما موفر لها. خلينا نقول الرداءة وقلال، يعني مدى يقبلون يكملون السلة الغذائية؟ كملوها. أضحكك شوية أستاذ دريد، شوية أطلعك من هذا الجو يعني الجدي. يقول إحنا استوردنا، الأخ المستورد اللي وقع على شهادات الاستيراد يقول إحنا نستورد نحسب على حجم السعرات الحرارية الكافية للمواطن حتى يبقى عايش بصحة، من قيس على الأنواع ومن لبي أغراض الرفاهية. يعني السعرات الحرارية للمواطن اللي يشتغل عماله مثل السعرات الحرارية للمواطن اللي قاعد ورا ميز والتبريد يكوخ. طبعا هاي موضوع السعرة الحرارية طبعا موضوع علمية وياك أنا ما تتفاوت من مواطن للمواطن علمية. بس ما بس تختلف، انت اعطيت سعرات حرارية مع الأسبوع 10 أيام وراها دمرتها، وراها دمرتها. انطي سعرات حرارية بالحمص اللي كان صاشم هذا مال الألعاب، والله العظيم أشوفك الصورة مالته دزولي إياها، صاشم الحمصاية هي كبرها، والتمن عبارة عن تمن مدعبل ومغمل. الأمم مع الأسف يعني تطلع هاي العبارة، الأمم المتحدة من خلت السعرات الحرارية خلت لها في بلدان المجاعات، في بلدان البيها مجاعة حتى يوفرون هاي الحالة. يعني احنا الى حد الان نريد نعامل مواطنين بالسعرات الحراريه، ما اعرف احنا يعني دول عالم ثالث مجاعه. لا تجاوزنا الفئات الغنيه، يعني صار فرز طبقي، فرز يعني اكو عندنا بحدود ال 20 25 مليون ماساه.